بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنستأنف كلامنا عن التوب كودر اونلاين جادج. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الويب سايت ودردشنا شويه في تفاصيله، لكن زي ما قلنا هو مختلف شويه عن بقيه الويب سايتس التانية زي كود فورسز وغيره. لو عايز تتعامل مع معامله الكود فورسز فهتروح على الويب هنا لانش ويب ارينا، وده هيفتح لك صفحه تقدر تخش منها على المسائل وتسميت سولوشنز وهكذا. الحل ده بيتا وده حل جديد. الحل القديم هو لانش ابل تارينا، هي فكره قديمه متعبه شويه قبل ما بتعمل راننج للشغل بتاعك، لكن مور افيشنت لحد ما الدنيا بتاعتهم في البيتا تبقى احسن شويه. فاحنا النهارده هنركز على الابلت بتاعتنا. هنكليك على الابلت دي بتنزل لك على الهارد ديسك بتاعك فايل اسمه كونتست حاجه جي ان بي فايل. بتبقى مزعجة شوية في البداية عشان مثلا محتاجة انك يكون عندك جافا على الجهاز بتاعك، واحيان كتير بيحصل مشاكل. لكن المشاكل دي طبعا ممكن يكون ليها اسباب كتير، ممكن ما يكونش عندك جافا، ممكن الجافا بتاعتك تكون قديمة، ممكن يكون في مشكلة في السكيورتي وهكذا. الجدير بالذكر ان في المشاكل دي كتير من الناس حصل لها ادريسنج على الانترنت، فلو كتبت مشكلتك على الانترنت هتلاقي الناس بتقولك راجع كذا، بص على كذا وهكذا. اول خطوه هتبدا حضرتك تسطب الجافا على جهازك. ممكن تخش على جوجل تقول له داونلود جافا ران تايم، تخش هنا اهو يطلع لك المنظر دوت او الجديد منه، وتنزل الجافا بتاعتك وتعملها انستوليشن عادي خالص. ده فيرجن 7 ده قديم، دلوقتي باين فيه فيرجن 8. لو برضو قديمه عندك ممكن تبدا تشغلها. بمجرد منك كده هيبقى عندك على الهارد ديسك بتاعك الفايل اللي قلت لك اسمه كونتست ابل برود جي ان بي. ممكن ببساطة شديدة الدبل كليك على الفايل ده وتفتحه. احيانا كتيرة تلاقي الفايل ما اشتغلش. لو ده حصل الاحسن انك انت تروح تعمل له راننج من الكوماند لاين، فمثلا تقول له جافا دبليو اس المنظر دوت وتبص. طبعا لو ما عندكش جافا متسطبة جافا دبليو اس مش هيشتغل، هيقول لك انون كوماند مثلا. لو مش عايز تنزل الفايل ممكن تكتب اليو ار ال بتاع الفايل على طول. لو حصلت مشاكل هتبدأ المشاكل تطلع لك هنا اهو، فتقرا المشكله وتحاول تفهم ايه اللي غلط، او تاخد المشكله كوبي بيست على الانترنت وهكذا. وانس انك انت عملت لانشنج للارينا بيبقى ديسكتوب ابلكيشن كده او ابلت، يعني بتعمل لوجن عليها. لو انت في اس ار ام في مسابقه بيبقى في منيو عشان تريجستر المسابقه. غير كده المسابقات القديمه بتبقى موجوده في البراكتس منيوز، بتخش وبتعمل براكتس في الارينا. تقدر تشوف حلول الناس اللي موجوده، بس خلي بالك ده مش معناه انه بالضروره الحل يبقى صح. دايما عود نفسك تبص على حلول الناس الحمر. برضو في شويه مسابقات بتاعه الهاي سكول اقرب شويه للماث بتاع هاي سكول وكده، برضو موجوده ممكن تشتغل عليها. طيب تعالى نبدا نروح نشتغل على الديمو بتاعتنا. على الهارد ديسك بتاعك هتلاقي الفايل بتاعك دوت اهو، ممكن تدبل كليك عليه، ممكن يشتغل ممكن ما يشتغلش. احيانا بيشتغل احيانا لا. لو ما اشتغلش بتنزل الجافا وبتروح تعمل له انستوليشن. انا هفترض انها مش هتشتغل وده فعلا اللي هيحصل. هاجي هنا واروح على المكان اللي فيه الارينا وهقول له جافا دبليو اس اسم الابل واقول له انتر، يبدا يطلع لك ان الجافا بتقوم البتاع دوت، يا اما بتقوم على طول يا اما بيبقى فيه ورنينج سكيورتي، يا اما بيبقى فيه مشكله. ممكن يقول لك ده فيه مشكله الجافا بتاعتك قديمه، لا دي الدنيا كويسه، خلاص خش، طب دي مش عارف ايه وهكذا. قال لك هنا فيريفاينج الابلكيشن اللي هو بتاع توب كودر، وبدا يقول لك انت متاكد انك عايز ترن ده؟ هنقول له اه عايزين نعمل له راننج، ونقول له ران. يبدا يحاول يقوم لينا الابلت بتاعتنا. دي كده الابلت بتاعتنا قامت اهي. المطلوب منك انك تبدا تعمل لوجن فيها. هتلاقي دايما هنا في كلمة دايركت، لكن في منيو هنا لو حصل عندك مشاكل ممكن تبدأ تشوف الاوبشنز التانية بتاعتنا، وتبدأ تكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي هو انت عملتهم على الويب سايت، ونقول له انتر. بعد ما بيبدأ الارينا تشتغل بتلاقي عندك المنظر اللي انت شايفه ده، بيقولك مين الناس اللي هنا. ده انت لو دوست عليه مثلا هيبدا يطلع لك معلومات عن نفسك، شاركت في كام مسابقه، اسم الكليه بتاعتك، كوت ليج اول مره اخر مره، اعلى ريت، حاجات من دي. اكتف كونتست دي هي اللي بنعمل منها ريجستر للمسابقات، فبتيجي على اكتف كونتست انتر.
ريجسترانس دي الناس اللي موجوده، ده الديفيجن سامري، دي الرومز اللي الناس متوزعه فيها. ريجستر دي لو ينفع تريجستر بتكليك عليها وبتخش عليها وهكذا. فبيكون في مسابقه وبيديك شويه كونديشنز وبتوافق وخلاص على كده. الحاجه التانية اللي تهمنا هنا هي البراكتس رومز، ودي فيها حاجات كتيره. تورنمنتس ديت ليها علاقه بال التوب كودر راوندز اللي بتحصل من وقت للتاني. اس ار امز دي اللي هي المسابقات اللي احنا مينلي بنبراكتس فيها. التي سي اتش دي اللي هي مسابقات بس اقرب للثانويه العامه، وفي شويه ماراثونز وحاجات تانية. هنا هتلاحظ انك انت عندك من 1 لـ25، ده مجرد اندكسنج ما يهمناش في حاجه. لكن لما تخش من 1 لـ25 ده هتبدا تلاقي اس ار ام 144، ديفيجن 1، ديفيجن 2، ديفيجن 1، ديفيجن 2 وهكذا. اقدم توب كودر حاجه متسجله هنا 144، ففي 143 كونتست ما كانوش موجودين هنا، مش متسجلين. اوبشنز ده هنشوفه بعد شويه علشان نتعلم ازاي كونفيجر شويه حاجات. لو انت مثلا دخلت على الاس ار ام 125 ديفيجن مثلا 2 144، توقعاتنا ان احنا هنلاقي ثلاث مسائل، مساله 1 و 2 و 3 اللي هو 250 و 500 و1000، وزي ما قلنا ممكن 250 تبقى اعلى شويه اقل شويه، 500 ممكن تبقى 450 تبقى 550، 1000 ممكن تبقى 950 وهكذا. هنلاحظ هنا ان احنا في اس ار ام ديفيجن 2 144، وادي الناس اللي معانا. هنا الثلاث مسائل بتوعنا. السامري دوت لو انت في المسابقه الحقيقيه هيبقى بيطلع الناس اللي معاك في الروم، وادي الناس. اللون بيعبر عن اللغه، اظن اللون ده اللي هو بتاع سي شارب، واللون ده بتاع سي بلس بلس او دوت حاجه زي كده. لو عملت دبل كليك على اي حل هيروح عامل لك فيتشنج للسولوشن ويبدا يعرضه. فاللون ده اللي هو بتاع السي بلس بلس فعلا، وادي الحل بتاع الراجل وهكذا. اللي يهمنا هنا دي السامري خلاص مش عايزينها. اللي يهمنا هنا البروبلم، بنبدا نفتح البروبلم. البروبلم دي بنلاقيها سيكشنين، سيكشن بنكتب فيه الكود اللي هو تحت ده كودنج ارينا، وسيكشن فوق بيشرح البروبلم ستيتمنت اللي احنا شرحناها قبل كده بتاعه التايم، ويبدا يديك تيست كيسز ويكلمك عن الكونسترين، يقول لك صفر بكذا واحد بكذا. احنا شرحنا البروبلم دي قبل كده بالفعل، و عملنا هايلايتنج عليها يعني. وهنا الكودنج ارينا، بعد ما بتكتب الكود بتاعك عندك شويه حاجات. خلينا نبص كده، ده سامبل كود بتاع واحد، هدينا هنحطه كده. احنا كتبنا الكود زي ما اتفقنا، الكلاس والبروبلم نيم. تقدر بعد كده تعمل كومبايلنج. زي ما قلنا ما بنكتبش مين ولا حاجه. بعد ما تعمل كومبايل تعرف تعمل تيستنج، فتبدا تقول له مثلا والله انا عايز تيست كيس 2 مثلا، فقول له اوكي، فيبدا يطلع لك مثلا يس او نو او غلط وهكذا. لو انا حاولت ابوظ الحل ده مثلا وحاولت احط مثلا ونفرض هنا بلس اكس مثلا كده اهو مثلا، وهقول له طبعا لازم اكمبايل تاني. طبعا لو انت حاطط حاجه غلط في الكومبايل في البتاع مش ما ينفعش كومبايل، فهيضرب. اقول له مثلا تيست، المفروض يقول لي نو ويقول لي مثلا ده اللي راجع منك كذا والاكسبكتد حاجه تانية وهكذا. زي ما احنا عارفين في تايم للسبمشن، باتش تيست ده هيتستهم كلهم، فيقول لك ايه اللي حصل مثلا، ترو فولس، وقع في مين، وقعش في مين وهكذا. بعد كده بتعمل سبميت، بيأكد عليك لو انت عايز تعمل سبميشن. احيانا بيطلع لك ورنينج مسج تقول لك ان الكود بتاعك فيه حاجات كتيرة، في حاجة عندهم اسمها unused code rule، بحيث ان هما مش عايزين الناس تحاول تحط كود كتير يضل البيل اللي يقرا الكود، فممكن يطلع لك ورنينج لو عندك unused code كتير. لو عملت سبميشن المفروض يطلع لك تايم سكور معين، واللي هو مثلا مثلا 250 بوينت مش عارف ايه. طبعا دي بروبلم قديمه انا واخد 60 كده عشان فاتحها من زمان، لكن بسرعه عامه بتاخد وقت من 250 لحد سكور محدد. بس كده خلاص. هنا في فؤاد، في فوق دي اللغات المختلفه، فمثلا هنا الديفولت بتاع سي بلس بلس، وهنا في يور ايديتور ده الستاندرد، هنعرف بعد شويه المختلف عنه. كده احنا كده خلاص عرفنا ازاي نتعامل مع توب كودر بروبلم، نقراها من هنا ونكتب الحل هنا اللي هو عباره عن كلاس وتايم، كومبايل تيست باتش تيست سبميت. طيب طبعا الموضوع ده كده مش very convenient. خلينا الاول اللي احنا عاملينه ده is very basic. مثلا لو لاحظت في الارينا اللي احنا كنا عاملينها،
لما هتيجي تكتب الكود مش هتعرف تعمل اوتو كومبليت مثلا زي ما انت بتعمل في الكليبس او الفيجوال ستوديو. عشان كده توبكودا بيسبورت حاجه اسمها بلجنز. البلجنز دي حاجات بتحطها جوه الارينا انت بتبقى مكتوبه بحيث انها تدي فيتشرز اكتر. واحد من اشهر البلجنز دي حاجه اسمها كويجي اديت، لو سمحت اقرا تفاصيله هنا ونزله من هنا هتلاقي جار فايل تنزله. طيب كويجي ده بقى بيعمل لنا ايه؟ كويجي ده مثلا بيجنريت الكود بتاعك، بيجنريت لك التمبلت ويحطه لك على الهارد ديسك او حتى على الارينا. يعني ايه بيجنريت التمبلت؟ يعني بدل ما تقعد تكتب كلاس تايم بروبلم مش عارف اسمها ايه، هو بيجنريت لك ده كله، فيبقى لك بس الفانكشن اللي عايز تكتبها. لو حابب انك انت تنزل الكود بتاعك على الهارد ديسك بحيث انك تفتحه على فيجوال ستوديو او اكليبس، تعرف تعمل كده، وبالتالي تقدر بقى تبقى كأنك بتديفلوب عادي، بتشتغل بالاوتو كومبليت والكالرنج اللي يعجبك وهكذا. وده اللي انا فعلا بعمله، ناس كتير بتعمله، ان انا بشغل البلجن دوت فينزل الكود بتاعي جوه الاكليبس واشتغل واخلص واروح اعمل سبمشن. احمد علي ليه فيرجن بيسمبليفاي شويه كويجي اديت، يعني بينهانسه عن طريق انه يعمل شويه كود كليننج ليه علاقه بالان يوزد كود رول اللي كنت لسه بحكي عنها. طيب كويجي اديت دوت زي ما قلت هنزله من اللينك اللي انا شاورت لكم عليه. لما تيجي تخش على الكويجي هنا هتلاحظ ان كويجي عنده انستوليشن ستيبس سهله جدا جدا جدا، هتبقى كالاتي. اول حاجه هتنزل الجار على الهارد ديسك بتاعك، فهيبقى عندك حاجه بالمنظر ده. ده الجار بتاع كويجي اديت بس الفيرجن بتاع احمد علي. هتيجي هنا وتقول له اوبشن اديتور، وتبدا تقول له اد اديتور، يقول لك طيب عايز تسميه ايه؟ ارجع للصفحه بتاعه كويجي اديت، خد الجمله بتاعه كويجي اديت ديت هنا مثلا وحطها في الاولى والثانيه. السطر الثالث ده عايزك تبراوز على المكان اللي فيه الفايل بتاع الجار اللي هو هنا، سواء هتبراوز عليه او هتاخد الادرس كله على بعضه بنفسك. فانا هاجي هنا واقول له اوكي. خلاص كده اول خطوه عملناها. تاني خطوه هنعلم دي ديفولت وهنقول له سيف. كده احنا بقى معانا اديتور مختلف عن الستاندرد. تالت خطوه انك تعمل له كونفيجر، علشان ده بيديك اوبشنز بقى زي ما انت عايز زياده. لما هنيجي نعمل كونفيجرنج هتلاقيه بيقول لك الفايل بتاعك تحبه ينزل لك فين على الهارد ديسك، الفايل بتاعك تحبه ينزل لك فين على الهارد ديسك. انا ده الاكليبس بروجكت بتاعي، عايز لما يجنريت لي فايل يخش لي جوه الاكليبس، فادي البروجكت بتاعي بتاع توب كودر انا عامله، وهروح اخد الباث بتاعه عشان ينزل لي الفايل في المكان دوت. وهاجي هنا هشيل النقطه دي وهحط الفايل باث بتاعي. ده كده هينزل فايل هو هيعمل له جنريشن عندي. دي شويه كالرنج ودي لغات، دي اللغه بتاعتي في السي بلس بلس، وده الديفولت اديتور بتاعه. هختار هنا، انا دوست على اوبن سي بي بي كات اوكي. دلوقتي لما هنيجي هو بعد كده من نفسه هيجنريت لك الكلام دوت بشويه الهاش انكلودز ديت بالكلاس اللي اسمه كذا باسمه، فانت تكتب الكود على طول خلاص. وهنقول له مثلا سيف ولا حاجه، او لو احنا مش عايزين نسيف وخلاص هنشتغل بالديفولت خلاص، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكلة. هنقول له هنا اوكي وسيف تمام كده. طيب افرض انا لا ده انا كنت عايز اعدل البلاجن بتاعه دوت، هتكتبه وتقول له سيف وهو هيتسيف لك على طول هنا اهو. دي الاربع لغات المختلفة. طيب احنا خلاص كده سيفنا، الخطوات دي اللي انا شرحتها موجوده هنا اهو، اللي هي مش اكتر من اللي انا عملته. لو انا دلوقتي جيت افتح بقى البروبلم اللي اسمها 200 هنا دي، ايه اللي هيحصل؟ بص بقى ايه اللي حصل. لاحظ البتاع ده شكل جديد علينا اوكي، البتاع ده شكله جديد علينا، التست كود ومش عارف ايه. دي الارينا نفسها بتاعت كويجي اديت. لو عايز تشتغل هنا خلاص هو هيشغلك هنا اهو، لو مش عايز تشتغل هنا ممكن يشغلك عن طريق الهارد ديسك. انا هفتح بروبلم تانية، انا بس عايز اوريك ان الفايل ده هيبقى جنريتد دلوقتي هنا اهو. لا انا ما نزلتوش، انا عايز افتح بروبلم تانية عشان مش هنكون حليناها.
500 مثلا. بص بقى ايه اللي حصل، هو جنريت لك الكود ده من نفسه، بروبلم اسمها باينري كود، فانكشن اسمها دي كود، وهكذا. يبقى انت ارتحت من انك انت تقعد تكتب كل الكلام ده. عايز تشتغل هنا، اشتغل هنا زي الارينا العادية، وهو عنده شوية حاجات اسمها ران تيست وسيف ولود. سيف ده هينزل على هارد ديسك، ولود ده هيقرا من الهارد ديسك. ولو عايز تعمل تيستنج ويقول لك انهي تيست كيس، وضيف تيست كيس زياده، برضو التيستنج ده فيه تيست كيس زياده. دلوقتي انا هقول له ايه، هقول له سيف، لا مش دوت، سيف دوت. ايه اللي هيحصل؟ الفايل ده هيتحط على الهارد ديسك فين؟ هنا جوه الاكليبس بتاعي. خلاص افتح بقى الاكليبس بتاعك وعيش حياتك كما لو كان. بص هو منزل الفايل بالتيستنج بكل حاجه. لو انا جيت هنا وعملت قلت له اعمل راننج، هيرن بالفعل، وهيبدأ يقول لك مثلا التست كيس باظ او التست كيس فيلد، غالبا ده راننج الكود قديم شوية. هيبدأ يرن الكود بتاعك هنا، بس هتلاقي فيه جاست ميستيك قديم ولا حاجة. اللي يهمني هنا انك انت بتكتب الكود بتاعك عادي خالص. تعال نتخيل مثلا انك انت جيت هنا ورحت كاتب اي حاجة زي مثلا هلو مثلا، خلاص ده على اللوكال بتاعك. دلوقتي بقى احنا خلصنا هنا وكتبنا الكود وكل حاجة، لو رجعت للارينا بتاعتك تبدأ تقول له ايه، لود. اوكي فلما تقول له لود ايه اللي هيحصل؟ يروح قايل لك ايه، هلو. يبقى البروسيس كالاتي، انت بتقول له سيف، تشتغل على الكود بتاعك وتخلص على الهارد ديسك بتاعك زي ما انت عايز من هنا اهو، وبعد ما تخلص تقول له لود. لو حابب تعمل تيستنج فتقول له تيست كيس مثلا، تقول له لو عايزين نقول له ران تيستنج مثلا، فهنا هيروح ماسك الكود دوت وعمل له تيستنج، ومثلا يبدأ يرن التيست كيسز المختلفة بتاعتك، فيقول لك مثلا غلط 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 مثلا، عشان الكود بتاعنا دامي كود. خلاص كده. طيب لما نرجع هنا على السورس كودنج، لما اخلص هنا لازم اكمبايل هنا وتست وسبميت، او مفيش داعي ان انا تست، اكمبايل على الاقل وسبميت. يفضل انك تتست، لاحسن يكون في اي فروق ما بين دوت وما بين ده، لان التستنج ده على الكومبايلرز بتاعتهم، فدي حاجه حلوه. طبعا لو لاحظت فوق هنا هتلاقي ان ايه بقى، في عندك جنب الستاندرد الكويجي اديت، ولو ضفت بلجنز تانية تقدر تختار ما بينهم. ولو عايز تشتغل جافا هتخلي الديفولت بتاعك جافا، فكويجي ايه هيظبط لك الجافا زي ما احنا شايفين اهو، وادي السي بلس بلس اللي احنا شغالين عليه. بالمنظر ده يبقى كويجي ايه تريحنا في ان احنا نقدر نشتغل على الهارد ديسك بتاعنا بقى. عندك فيجوال ستوديو نزله في الفيجوال ستوديو، عندك اكليبس نزله في البروجكت بتاع اكليبس. لو عايز مثلا تلعب في الهاشن كلودز دي، يبقى روح على الديفولت اديتور والعب فيه، وفي الوان كتيره ممكن تظبطها وحاجات من هذا القبيل. ده بالنسبة لموضوع الكويجي اديت. اخر حاجة الويب ارينا. الويب ارينا دي زي ما قلت لكم جديدة بطيئة شوية. الفكرة بتاعتها هي اللي احنا كنا بنعمله برضو، براكتس رومز واس ار امز، وبتكتب وتكومبايل وتست وهكذا. في هنا فيديو اظن مش عارف تبع مين، اظن توبكودر نفسها، بيقول لك ازاي تستعمل الارينا اللي هو زي اللي احنا كنا بنشرحه بالظبط، بس في الويب انترفيس. لو حصل لك حوارات مشاكل في الجافا وانك تقوم الابلت وكده، ممكن تبدا بالويب لحد ما تحل مشاكلك. احنا خلاص شفنا الديمو دي. خلاص كده كده احنا خلصنا الكلام بتاعنا عن توب كودر. علمكم الله ما ينفعكم، ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما. سلام عليكم.